اهلا بيكم، معاكم عمار عادل، وفيديو جديد هنتكلم فيه على قاعده مهمه جدا بتلخبط ناس كتير وهي بتتعلم انجليزي، وهو الفرق بين was where am is are وhave وhas ودو ودوز وامتى استخدم كل واحده فيهم. ان شاء الله في نهايه الفيديو ده مش هيكون عندك لخبطه في اي فعل منهم وهتعرف امتى تستخدم كل واحد فيهم. قبل ما نبدا مش عايزين سبسكرايب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل فيديوهات جديده، ويلا بينا نبدا. اولا لازم نكون عارفين ان دول افعال اساسيه في اللغه الانجليزيه، هما verb to be اللي معناها يكون، verb to have معناها يمتلك، وverb to do معناه يفعل. يعني ايه افعال اساسيه؟ يعني ممكن يستخدموا بمعنى زي ما قلنا verb to be يكون او have يمتلك او do يفعل، او ممكن يستخدموا كauxiliary او فعل مساعد ملوش معنى. يعني verb to be بيستخدم مع الازمنه الcontinuous، الازمنه المستمره، زي مثلا present continuous او past continuous اللي هو الضارع المستمر والماضي المستمر. اما verb to have بيستخدم مع الازمنه الperfect او التامه، زي مثلا present perfect المضارع التام او past perfect اللي هو الماضي التام. اما verb to do فبيستخدم مع الازمنه السمبل او الازمنه البسيطه، زي present simple المضارع البسيط او past simple اللي هو الماضي البسيط. ولكن احنا هنتكلم على استخدامه مع الازمنه في الفيديو الجاي ان شاء الله. احنا النهارده هنركز على الفرق بين اشكالهم المختلفه وازاي نستخدمها في الجمله بطريقه صحيحه مع الفاعل المناسب ليها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندنا الثلاث افعال دول اللي هم بي وهاف ودو بيتغيروا على حسب شكل السبجكت او الفاعل اللي قبليهم. فلو هنتكلم على السبجكت اللي هو الفاعل، او السبجكت برونز اللي هي ضمائر الفاعل، زي مثلا هي اللي هو هو، شي هي، ات لغير العاقل، اي اللي هي معناها انا، وي اللي هي معناها نحن، يو انت او انت او انتم، وذي اللي هي هم او هن. البرونونز دي كلها بتغير شكل الفعل اللي وراها. يعني مثلا لو هنتكلم على verb to be، verb to be بيبقى is مع he وshe وit، is فنقول he is she is it is او its. I بتاخد am، we بتاخد are، you are وthey are. ودايما افتكروا ان he وshe وit بيحبوا حرف الاس، فهم لو هيختاروا بين am و is و are هيختاروا is عشان هي فيها حرف الاس. ولكن verb to be في الماضي بيبقى was or were، يعني is بتتحول ل was و are بتتحول ل were. هنقول he was، she was، it was، I was. وهتلاحظوا هنا ان he و she و it نقوا الفعل اللي فيه s اللي هو was. اما we، you، they فخدوا were، فنقول we were، you were، they were. بعد كده verb to have اللي هو معناه يمتلك، عندنا برضو فيه has وفي have. طبعا he she it هياخدوا اللي هو فيه s، فنقول he has she has it has. لكن I بتاخد have we have you have they have. verb to do بقى اللي هو معناه يفعل، برضو عندنا does وعندنا do. طبعا he she it هياخدوا اللي فيها s اللي هي does، فنقول he does she does it does. اما I بتاخد do we do you do and they do. يعني باختصار ما تلخبطش نفسك، لو لقيت الفاعل هي او شي او ات اختار الحاجه اللي فيها اس، فلو في ام واز وار اختار از، واز وير اختار واز، هاف وهاز اختار هاز، دو ودوز اختار دوز. اما وي يو ذي فبياخدوا الباقي، يعني هنا ياخدوا ار، ياخدوا وير، هاف ودو. اي بقى هي اللي بترقص على السلالم، يعني هنا خدت ام، هنا خدت واز، هنا خدت هاف، وهنا خدت دو. الحاجات بقى اللي بتلخبط ناس كتيره، لو انا ما عنديش هي وشي وات، انا عندي مثلا اس زي احمد ولا لخبطه ولا حاجه، احمد ده كانه ايه؟ كانه هي، يعني احمد احنا بنتكلم على ولد مش موجود هنقول عليه هي، فاحمد ياخد از. طب هند هتاخد از لان زيها زي شي. طب كات لو قلت اكات قطه يعني، فهتاخد از لان هي ات. نفس الفكره تاخد واز، تاخد هاز، تاخد دز. فاحنا بنشوف الاسم ده لو شلناه هنحط مكانه انهي بروناون من دول، وبنحط عادي الفيرب اللي بيتماشى مع السبجكت ده. طيب لو قلت حاجه مثلا زي حسن وهند الاثنين، فهنا حسن وهند هم اصبحوا جمع زيهم زي they هم، فساعتها ياخدوا ار، حسن and هند ار هابي. اقول مثلا حسن and هند هاف ا نيو كلاس، عندهم حصه جديده. بكده نكون وصلنا للفيديو. يا ريت لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه تعملوا لايك وكومنت، انا بحب اقرا الكومنتس بتاعتكم وبفرح بيها جدا. كمان لو في اي قاعده حابين ان انا اشرحها لكم ممكن تكتبوها لي في الكومنتس عشان احطها في الفيديوهات الجايه. طبعا لو مش عايزين سبسكرايب نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصل لنا اي فيديو جديد ويوصل لنا اشعار او نوتيفيكيشن لفيديوهات جديده. Thank you for watching. Bye bye.